معانا الحاجه ماجده. حالك يا دكتور عمرو؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. الله اكرم، ربنا ان شاء الله يفتح عليكي ويرزقك ان شاء الله الخيرات. الله يخلي حضرتك. احنا اول حاجه بشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده وجميع القائمين على البرنامج. شكرا لحضرتك، ربنا يزيدك خير وبركه يا حاجه ماجده يا رب. يا ربنا يرزقنا جميعا يا رب. الله يبارك في حضرتك. انا ليا سؤالين عند حضرتك، مش هطول عليك. اتفضلي. اول سؤال، انا ليا اربع اخوات غيري. بس الاربعه دول زعلانين من بعض. وانا بحاول اصلح بينهم وهم مش راضيين. طيب. فانا زعلانه عليهم، انا اختهم الكبيره وانا زعلانه. طيب ده وخايفه اموت يا دكتور عمرو وهم يكونوا زعلانين من بعض. بعد الشر ان شاء الله ربنا يديكي طول عمر مع حسن العمل. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني يا حاجه ماجده. يعني ممكن بكون بصلي وحد مثلا يقول صلي على النبي، فبخرج من الصلاه وبقول اللهم صلي عليه. ليه بتخرجي من الصلاه ليه؟ فانا بردد بلساني يعني اقول اللهم صلي عليه. طيب انا اجاوب على حضرتك، اجاوب على حضرتك. السؤال الاولاني يا حاجه ماجده، انت عليك ان انت تبذلي كل ما في وسعك، والهدايه من عند الله. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى إذن أنت عليك أن أنت تقومي بواجبك، تقبلي على الله سبحانه وتعالى. وأفضل طريقة عشان ربنا سبحانه وتعالى يجمع إخواتك وربنا يهديهم، ادعي لهم في سجودك لمدة شهر. كل السجود 17 ركعة، في كل سجود أنت تدعي لهم، في كل سجود، في كل سجود ادعي لهم أن ربنا سبحانه وتعالى يألف قلوبهم وأن ربنا سبحانه وتعالى يجمع بينهم. دي مجربة. فادعي لهم في كل سجود انت بتسجدوه في صلاه الايه؟ صلاه الفريضه. لو عايز تدعي لهم كمان في صلاه السنه يحصل، ما يحصلش حاجه، يبقى خير وبركه. يبقى ده اول حاجه، انت بذلي اللي بتقدر. بس بلاش حكايه بقى انا خايفه اموت من غير ما ما تعمليش كده. قلوبهم بين ايدينا الله سبحانه وتعالى، يهديهم بهدايته سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه، لا ما تخرجيش من الصلاه. الله سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا اعمالكم. يبقى انت ما تخرجيش من الصلاه، انت تفضلي في الصلاه. وياتي السؤال بقى، هل انا علي هل لو صليت على حضره النبي في الصلاه هل هذا ليس من افعال الصلاه؟ لا، ده من افعال الصلاه، والدليل على ذلك ان احنا بنصلي على حضره النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير. يبقى اذا ده جائز وليس فيه شيء.